نحييكم مشاهدينا، مستمرون في تغطية الميادين للعدوان الإسرائيلي على لبنان، والعدوان الواسع الذي يدخل أسبوعه الثاني على وقع مجازر متنقلة بين القرى والبلدات. اليوم المقاومة التي تواصل فعل الميدان وتستمر في عملياتها تؤكد أن اغتيال قادتها لا يوقف المسيرة، وأن لديها من الخيارات ما يؤلم عدوها، وأن مقاوميها جاهزون للالتحام مع الاحتلال في حال سيناريو الحرب البرية، وهو ما أكده اليوم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. في هذه الساعة من التغطية نواكب التطورات الميدانية، نقرأ في هذا المشهد ما بعد استشهاد السيد حسن نصر الله في السيناريوهات المحتملة وعلى مستوى المنطقة. إذن البداية نعرض جوانب مما جاء في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال إن الحزب سيختار أمينا عاما في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة. الشيخ قاسم أضاف أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأن الجميع على قلب واحد. نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب. في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة، ويوجد بدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان. وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل البدائل مكان ما حصل كمشكلة. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد. الشيخ نعيم قاسم أكد أن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي إذا قرر الدخول بريا إلى لبنان. أحب أن أعلمكم بأن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة، وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان. نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، فالقوات قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا، وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وسنخرج منتصرين من هذه المعركة. وقد أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قوات المقاومة جاهزة إذن للالتحام البري لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي إذا قرر الدخول بريا إلى لبنان، مشددا على أن القدرة متينة وكبيرة. أحب أن أعلمكم بأن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة، وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان. نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، فالقوات قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا، وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وسنخرج منتصرين من هذه المعركة.
إذا انطلاقا من هذه المواقف وأهمية هذه الكلمة في توقيتها بشخصية نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالمضمون على عدة مستويات حول تماسك وصحة المقاومة الإسلامية في لبنان، العمل الهيكلي، الاستمرار على الخطط الميدانية التي وضعت بالأساس لهذه المعركة، الحد الأدنى كما وصفه أيضا الشيخ نعيم قاسم حتى الآن يستخدم في المسار الذي وضع لهذه المواجهة، والتأكيد بأن القدرات العسكرية للمقاومة الإسلامية في لبنان لم تمس، وبالتالي كل السيناريوهات مدروسة والخيارات التي يمكن أن تكون مفتوحة ومهما كان طول هذه المعركة، والعمل ضمن الخطة الموجودة الهيكلية لسد الفراغات على مستوى القيادات في المقاومة الإسلامية في لبنان وبدائل حتى لنواب يعني القيادات التي استشهدت. انطلاقا من ذلك تباعا سنشرك معنا في هذه الساعة مداخلات إن كان بين ضيوف وشبكة مراسلين للوقوف عند آخر التطورات الميدانية. معنا دكتور نهلة عيسى، أستاذة محاضرة في كلية الإعلام في جامعة دمشق من العاصمة السورية دمشق. هذا معنا من القاهرة دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة. على كما أشرنا أننا سيكون معنا شبكة مراسلين للوقوف عند آخر التطورات الميدانية. دكتور نهلة عيسى، ما هي الخلاصات التي يمكن أن نقف عندها طالما استمعنا لما قاله الأمين العام، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وخصوصا إذا أردنا أن نرصد الميدان إلى أين يمكن أن يتجه بعدما يعني قامت به القوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها والاغتيالات؟ أولا مساء الخير والرحمة، كل الرحمة لروح الأمين العام على ما الكرامة العربية وليس لحزب الله وإنما على الكرامة العربية، وأعتقد أن هذا الرجل وإن كان غادر يعني المكان جسدا لكنه سيبقى في قلوب الجميع وفي وجدان الجميع وسيبقى منارة نهتدي بها جميعا. ذهب الرجل لكن بقيت الفكرة وبقي النهج وبقي المسار وبقيت القضية، وبالتالي هذا يعني أنه ارتقى ولم يرحل. بما يتعلق بخطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كان طبيعيا ما قاله الشيخ نعيم، أنه جاء بعد يومين من الجريمة النكراء التي أدت إلى اغتيال سماحة السيد ليؤكد على الثوابت، ليؤكد على ثوابت حزب الله، ليؤكد على ما نسميه ثبات هيكلية هذا الحزب، وأيضا على المسار، ليؤكد على أن ارتقاء السيد نصر الله لا يعني ارتقاء القضية ولا ارتقاء الأهداف، وإنما القضية باقية، التعامل مع القضية بمعنى الإسناد وأيضا الدفاع وأيضا الهدف الذي يصل إلى حد التحرير ما زال قائما، بل أعتقد أننا انتقلنا من مرحلة على طريق القدس إلى مرحلة ما أسميه أنا على طريق نصر الله، لأن الطريق إلى على طريق نصر الله هو طريق إلى الكرامة، طريق إلى فلسطين، طريق إلى الأوطان التي نتمناها ونريدها. ولذلك الشيخ نعيم قاسم يعني كان موجزا في كلامه لكن أكد على أن غياب القيادات الزمنية للحزب خلال المرحلة الماضية، اغتيال مجموعة كبيرة من القادة المعلنين، لا يعني أنه ليس هناك بديل، لأنه هذا تنظيم عمره أكثر يعني كاد يقارب النصف قرن من العمل الوطني وعلى كافة الجبهات، وبالتالي لديه دائما ما نسميه بالخطط الاحتياطية والخطط طيب البديلة، وأيضا كأكاديمية دكتور ولديك لديك باع في العمل الأكاديمي وخبيرة أيضا في مجال الإعلام، أنا أتحدث عن يعني في الصورة في الشكل في الهيكلية، عندما أتحدث عن دولة يعني أتحدث عن حزب الله كهيكلية مؤسساتية، أن نرى الأداء في الميدان، أن يكون الكلام الذي استمعنا إليه لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول لدينا هيكلية ثابتة
ثابتة كما وضعها الأمين العام لحزب الله الشهيد القائد حسن نصر الله بدقة. نعم. عملية ملء الفراغات نواب النواب وحتى بالنسبة للأداء الميداني أكاديميا، نتحدث على مستوى هيكلي مؤسساتي، ما الخلاصات؟ نعم. الأهم يعني فيما قاله الشيخ نعيم أنه لم يكن إلا صادقا كما اعتدنا من حزب الله ومن قيادات حزب الله، بمعنى أنه قال نحن نرمم، لم يقل رممنا، لكن هو أكد على أن الشق العسكري يعني أو الجناح العسكري من حزب الله في مواقعه ثابت على خططه. وهو كما أكد سماحة السيد نصر الله في خطابه الأخير عندما قال إنه المعركة مستمرة والميدان هو الذي يحدد نوع الأهداف التي سيتم التعامل معها، وكما قال إنه سترون وليس يعني ستسمعون. ونحن نرى رغم إنه الخسارة كبيرة والفقد كبير لكن الجبهات لم تتوقف، بمعنى أن إسرائيل قد توحشت فيما يتعلق بإعادة سيناريو غزة في لبنان، هي تسعى لحراسة لبنان خاصة في مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية بهدف ضعضعة الحاضنة الشعبية للحزب. لكن الجبهة لم تتوقف على الإطلاق، الرد دائم، على العكس هناك تصاعد في العمليات وأيضا في نوعية الأهداف التي يتم استهدافها من قبل الحزب، أصبحت أكثر نوعية وأكثر إيلاما للعدو. بالأمس إسرائيل نفسها اعترفت أن هناك حوالي 1,000,000 إسرائيلي هرعوا إلى المهاجع أو إلى الملاجئ هربا من ضربات حزب الله. إذن الخطاب الشيخ نعيم جاء ليؤكد المؤكد، أي بمعنى ما نحن نتابعه، ولكي يقول أنه يعني نحن فخورون بأننا قد حزنا يا رامي على البعض، شمت البعض يعني قال أنه هذا المحور وأنصار هذا المحور قد تضعضعوا، حزب الله الآن في حالة يعني فوضى، لكن نحن اعتبروا دموعنا، اعتبروا حزننا. وجيد سأعود إليك دكتور نهلة عيسى لنتحدث عن لموقع السيد حسن نصر الله في سوريا، لأنه في سوريا من المهم أن نقف عنده على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي. وقع يعني خبر استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، موقع هذه الشخصية وكذلك حزب الله، لنتحدث عن حلف الاستراتيجي. لكن سننتقل لو سمحتي لي للدكتور محمد سيد أحمد، مرحبا بك من جديد. ما هي المحددات التي يمكن أن نقف عندها وضعها النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في هذه الكلمة بما حملته وحفلت به من مضامين؟ طبعا حول العالم وليس فقط نحن لا نسمع صوتك بشكل واضح دكتور محمد سيد أحمد، لا أدري يتقطع الصوت وبالتالي لا نريد يعني أن نخسر ما تتفضل بطرحه. تسمعني الآن؟ جيدة. تفضل. هو المشكلة ليس حقيقة يعني في أن تسمعني وإنما أن نسمعك، كنت أحاول أن أجري اختبارا من خلال هذا السؤال لأسمع كيف سيكون الصوت. طيب يعني فيما يتعلق ب يعني في البداية طبعا بنرسل تعازينا لكل المقاومين حول العالم ولكل يعني من ينتمي إلى الفكر المقاوم، لأن سماحة السيد يعني طبعا هنيئا له بالشهادة، هذا ما كان يتمناه وكان صادق الوعد مع يعني جمهور المقاومة، وبالفعل كان الله عز وجل صادق وعده مع سماحة السيد فمنحه هذه الشهادة التي كان يعني ينتظرها ويتمناها. وبالفعل يعني ارتقاء سماحة السيد لا يعني انتهاء الفكرة، الفكرة لا زالت موجودة، والتنظيم الذي يعني صنعه على عينيه لا زال موجودا، وكلمة الشيخ نعيم قاسم اليوم
نائب الأمين العام بيؤكد على كل هذه المضامين بأن حزب الله والمقاومة اللبنانية مستمرة في نهب سماحة السيد حسن نصر الله، ونفس سماحة السيد هو الذي قال حين التقى بعض القادة الكبار أننا سننتصر وسنواصل الانتصار، وأننا ننتصر حين ننتصر وننتصر حين ننال الشهادة، وبالتالي المعركة لا زالت مستمرة مع هذا العدو، وأننا سنواصل يعني السير وفق هذا الناك المقاوم ل يعني الانتهاء من هذا العدو، والذي نعلم أن يعني صراعنا معه وحربنا معه هي حرب وجود، وبالتالي نحن مؤمنين بهذا الفكر وهذا النهج، ونسعى بالفعل للتمسك بهذا الطريق الذي بالفعل يمكن أن يحرر التراب الوطني المحتل والمدنس من قبل هذا العدو. نعلم جيدا أن العدو مدعوما من قبل يعني تقريبا أكثر من ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ولكن هذا لا يعنينا في شيء، نحن أصحاب قضية، نحن مؤمنين بهذه القضية وسنواصل المعركة، وهذا ما أكده الشيخ نعيم قاسم في كلمته اليوم أننا لازلنا نواصل المعركة، وأننا لدينا كل الخطط البديلة، ولدينا يعني حتى بدائل للقادة الذين تم اغتيالهم، وسنواصل يعني المعركة. وبالفعل الحزب حزب كبير يمتلك قدرات كبيرة وعالية، هذه القدرات يعني العدو الأمريكي قبل العدو الصهيوني يعلم أنها كبيرة، وإلا ما كان هذا الاستهداف لقادة الحزب، وما كان كل هذا الاستهداف وهذه الحرب التي يرغبون أن تكون مفتوحة. يعني الشيخ نعيم قاسم أكد على أننا يعني مستعدون لمواصلة المعركة، والمعركة تسير بنفس الوتيرة، ويعني المواجهة لا زالت مستمرة، وبالفعل يعني الحزب يعيد ترتيب أوراقه، وفي نفس الوقت يواصل المعركة. هناك صاروخ وصل إلى حيفا جعل أكثر من مليون مستوطن وفقا يعني وسائل الإعلام العبرية دخلت إلى الملاجئ والخنادق، وهذا ما يعني بالفعل أن يعني المقاومة اللبنانية البطلة والشجاعة لا تزال تمارس معركة وتواصل معركتها مع هذا العدو، وتستطيع بالفعل ردع هذا العدو وتكبيد هذا العدو خسائر هائلة. ونحن على نهج سماحة السيد لازلنا نواصل معركتنا، والمعركة ستزال مستمرة. وأعتقد أيضا إنه يعني ما يتم الآن هو يعني مواجهة مفتوحة، وإذا فكر أو يعني تبادر إلى ذهن هذا العدو لتنفيذ تهديداته بالمواجهة البرية أو بالحرب البرية، سنتحدث عن احتمالات يعني ذلك دكتور، لأننا انطلاقا من محددات بعينها باتت بشكل أو بآخر واضحة بالنسبة للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، أقل فيما استمعنا من نائب الأمين العام للحزب، وهو أول ظهور بشكل رسمي لقيادة بهذا المستوى من الحزب بعد عملية الاغتيال. هناك محددات وبالتالي أفاق المعركة المرحلة المقبلة، ما هي عنوان المناورة كما يسميها أو العمل البري أو الغزو البري للبنان كما يتم الترويج له، أو تأتي من بعض التصريحات لمسؤولين هنا وهناك في إسرائيل سنلحظها، لا سيما موقع الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الإقليم والدول الفاعلة والمؤثرة أمام هكذا مرحلة حساسة. تبقى معنا دكتور، تبقين معنا أيضا دكتور نهلة ودكتور محمد سيد. سنذهب إلى الميدان مباشرة إلى الزميل محمد الساحلي مراسل الميادين معنا من البقاع الشرقي. محمد، بين الشمالي عفوا في شرق البلاد، بين ما شهدناه بيوم الأمس وصولا إلى اليوم، بيوم الأمس كان يوما ثقيلا على الناس بهذا العدوان الوحشي في مناطق البقاع، كيف يبدو المشهد اليوم؟ نعم رامية، بالفعل كانت الغارات الإسرائيلية عالية الوطيس خاصة في ساعات الفجر، نتحدث عن بالإضافة إلى ما أحصيناه من عدد للشهداء الذين ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة، كانت هناك مجزرتين أيضا في مدينة الهرمل تحديدا،
وفي مكانين منفصلين، الأولى كانت داخل مدينة الهرمل في الحي الشمالي لهذه المدينة، ارتقى 5 شهداء من عائلة واحدة من آل الجوهري، هم زوج وزوجة و3 أولاد لهم إخوة، استشهدوا داخل منزلهم الكائن في هذا الحي، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى إن كان في هذا المنزل أو من المنازل المحيطة. كما أثناء موجة الغارات والتي ضربت تحديدا مدينة الهرمل ومحيطها بحوالي 10 غارات عند الساعة الواحدة فجرا تقريبا، كان هناك استهداف لمكان آخر في منطقة تدعى المشرفي وهي قريبة من بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا، وقد سقط في تلك الضربة أيضا 5 شهداء وهناك 18 جريحا أغلبهم إصابتهم بليغة، أي يعني كان هناك كارثة كبيرة كادت أن تحصل لو أن عدد الشهداء كان مرتفع أكثر، لأنه بحسب المعاينة الميدانية كان هناك 23 شخصا داخل مبنى مزرعة، اعتبروا أنهم إذا لجأوا إلى هذا المكان سوف يكونون في مكان آمن أكثر، سوف يكونون بمنأى عن الاستهدافات، لأنه بطبيعة الحال طبيعة هذه الأقارب والأنسباء خرجوا من عدة مناطق من هنا من البقاع الشمالي، وانضمت إليهم أخت لهم من بيروت مع أطفالها، واعتبروا أنه مكان نائن بعيد، واضح أنه مزرعة فيها دواجن فيها مواشي، إلا أن كانت هدفا لإحدى الغارات التي شنت عند الساعة الواحدة فجرا على الهرمل ومحيطها، ما أدى إلى استشهاد أيضا كما ذكرنا 5 منهم، ونقل إلى مستشفيات الهرمل 18 جريحا. يضاف كل ذلك راميا إلى المجازر المتنقلة التي حصلت في أكثر من بلدة ومنهم أيضا الهرمل، حيث كان في جرود بلدة الهرمل وتحديدا في منطقة كتف مرشحين كان هناك أيضا مجزرة أدت إلى استشهاد 8 أشخاص بالإضافة إلى جرح 4، هنا 3 مجازر متنقلة في مدينة الهرمل ومحيطها. أما في قرى شمال بعلبك كان هناك أيضا 3 مجازر، الأولى كانت عند الساعة 5 فجرا أمس في بلدة العين أدت إلى ارتقاء 10 سوريين من آل الشعار، وأيضا هم من عائلة واحدة، أي أب وأم ولدين وأحفاد وزوجاتهم، بالإضافة إلى مجزرة كبيرة كانت في بلدة زبود البقاعية والتي تحاذي بلدة العين من الجهة الغربية، أدت إلى استشهاد أيضا 17 شخصا، أيضا هم أب وأم وأخوة وأنسباء وأصهر، بالإضافة إلى جرح 7 آخرين كانوا في محيط هذا المنزل الذي استهدف بشكل مباشر. وبالمعاينة الميدانية أيضا التي كنا فيها برسالة مباشرة أمس من مكان استشهاد هؤلاء ومن نفس المكان أثناء انتشال الجسامين من مكان الغارة، لاحظنا أن بالأمس كانت تعتبر هذه الاستهدافات هي الأشد، خاصة أنها كان القطر التدميري لهذه الصواريخ التي تطلق بحوالي شعاع 100 متر من مركز سقوط هذا الصاروخ. كل الأحوال سنبقى وإياك دائما بالمتابعة حيث أنت زميلنا محمد الساحلي، نشكرك حتى الساعة من البقاع الشمالي في شرق لبنان في هذه المواكبة الميدانية. ننتقل مباشرة إلى جنوب لبنان، نقف عند آخر التطورات الميدانية للغاية، هذه تنضم إلينا زميلة فاطمة فتوني مراسلة الميادين من جنوب لبنان على الحدود مع أرضنا المحتلة فلسطين. لك يعني الكلمة زميلتنا فاطمة، تجملين لنا الواقع الميداني حيث وصل في هذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وكذلك عمليات المقاومة. نعم رامية، الكلمة اليوم هي للميدان كما يعني يذكر قادة المقاومة عندما انطلقت الصليات الصاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وأيضا يترجم المقاومون اليوم، جاء في خطاب نائب أمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، استهدفت المقاومة أو أعلنت حتى هذه اللحظة عن 3 عمليات باتجاه الأراضي المحتلة. المقاومة تنتقي أهدافها إن كان قواعد عسكرية أو حتى مستوطنات أو أيضا مواقع تقع عند الحافة الأمامية كما
حصل يوم أمس واليوم أيضا. أعلنت المقاومة عن استهداف مدينة صفد، ولليوم الثاني على التوالي تبقى تكون هذه المدينة تحت مرمى نيران المقاومة، بالإضافة إلى استهداف قاعدة الناعورة التي تبعد عن أقرب نقطة حدودية أكثر من 40 كيلومترا مستخدمة صواريخ فادي 2، بالإضافة إلى رصد المقاومة لقوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح، وأصابتها بالقذائف المدفعية كما جاء في بيان المقاومة. إذن الصليات الصاروخية متتالية منذ صباح اليوم، صافرات الإنذار دوت في أكثر من مستوطنة داخل الأراضي المحتلة. نتحدث عن منطقة الجليل الأعلى، إصبع الجليل، بالإضافة إلى منطقة الجولان السوري المحتل، كذلك في الجليل الغربي دوت صافرات الإنذار. وأيضا قبل أن تعلن المقاومة عن بيان مدينة صفد باستهداف مدينة صفد، كانت قد دوت صافرات الإنذار في هذه المنطقة، بالإضافة إلى اعتراف وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن انفجار مسيرة في منطقة كيبوتس ميروم جولان من دون انطلاق صافرات الإنذار، وبالإضافة إلى اندلاع حرائق في هذا المكان. كذلك وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أيضا صباح اليوم عن سقوط صواريخ في مستوطنة في منطقة نافيزيف أيضا. إذن يعني نحن نرصد بالتوازي مع عمليات المقاومة ما يقوله الإعلام الإسرائيلي، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق جنوبية، إن كانت من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن غارات، أو حتى المسيرة التي أغارت صباح اليوم أو ظهر اليوم على دراجة نارية على طريق الخيام ما أدى إلى ارتقاء شهيد، بالإضافة إلى أيضا غارة من مسيرة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الوزاني مما أدى إلى إصابة جندي في الجيش اللبناني. كذلك أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة بلدات ومناطق جنوبية على مختلف الأقضية، إن كان الشهابية أو حتى هنا في القطاع الشرقي شبعة كفر حمام، بالإضافة إلى قصف مدفعي يعني عنيف على منطقة الخردلي، وهو كان مستمر لقبل دقائق من الآن. إذن هذه هي أجواء التي يعيشها أو تعيشها المنطقة الحدودية تحديدا وجنوب لبنان، مع تواصل تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق عدة مناطق جنوبية وفوق شمال الجولان السوري المحتل والمنطقة الشمالي فلسطين المحتلة. كذلك الطائرات المسيرة رامية لم تغب عن أجواء هذه المناطق منذ يوم أمس على الأقل، هي تحلق بشكل متواصل فوق عدة مناطق جنوبية. فاطمة فتوني، أشكرك حتى الساعة على هذه الإحاطة التي وافيتنا بها مباشرة من جنوب لبنان على الحدود مع أرضنا المحتلة فلسطين. دائما نكون مع كل جديد وإياكي، ونشير للعاجل أيضا كما تفضلت في قصف إسرائيلي عنيف على منطقة الخردلي قبل دقائق. إذن هذا في استمرار العدوان الإسرائيلي المتمادي والمستمر على لبنان. دكتور نهلة عيسى، عودة مجددا إليك. كنا نتحدث عن موقع العلاقة الاستراتيجية بين المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا، تاريخ يعني كثير كبير وحافل حقيقة في هذا في هذه العلاقة وهذا الحلف الاستراتيجي، أقله منذ عام 2010 صعودا إلى حيث وصلنا لا سيما في عشرية النار. هناك بيانات متتالية إن كان على مستوى الخارجية اللبنانية، على مستوى الحداد الذي أعلن في سوريا، وكذا رسالة التعزية التي جاءت من الرئيس الأسد وفيها مضامين يعني فيها مضامين مهمة وذات خلاصات أيضا كبيرة عن عمق هذه العلاقة والحلف الاستراتيجي. عن هذه النقطة نتحدث في مستوى هذا الحلف وأهميته، ولا سيما في القراءة في دمشق لما نراه الآن حيث وصلنا في المواجهة. نعم، هذه العلاقة رامية بالتأكيد لم تبدأ عام 2010 أو 2011 مع يعني ما سمي بأحداث الربيع العربي أو الحرب على سوريا وهي التسمية الصحيحة. بالتأكيد هي بدأت منذ ثمانينيات القرن العشرين عندما كان حزب الله وليدا جنينا وكان جزء من المقاومة الوطنية اللبنانية، ومن ثم في عام 92 عندما تم الإعلان يعني بشكل صريح وجلي عن هذا الحزب، وتولى سماحة السيد حسن نصر الله أمانة هذا الحزب، وبالتالي العلاقة علاقة ممتدة على المستوى الزمني وأيضا على مستوى العلاقات. وسوريا كانت جزءا من كل المعارك التي خاضها هذا الحزب، سواء
في تسعينيات القرن الماضي أو في معركة التحرير عام 2000، وأيضا في حرب تموز عام 2006، ويعني تجسدت هذه متانة هذه العلاقة عندما انضم حزب الله في عام 2011 إلى الجيش العربي السوري لمواجهة الجماعات التكفيرية في سوريا للدفاع عن الأرض السورية وأيضا للدفاع عن لبنان، لأن معركة حزب الله لم تكن فقط دفاعا عن سوريا أو ردا للجميل، وإنما أيضا دفاعا عن لبنان، لأن لبنان كانت جزء من المخطط المرسوم بعد يعني لتغيير الديموغرافيا والأيديولوجيا في المنطقة بعد إسقاط الدولة السورية. وبالتالي العلاقة علاقة استراتيجية بدأت وما تزال ممتدة، ولذلك الدولة السورية تنظر يعني إلى ما يجري الآن يعني نظرة عقلانية وواقعية باعتباره جزء من مخطط ليس عارضا وليس آنيا وليس طارئا، وإنما هو مخطط أو استراتيجية وضعتها أمريكا، وإسرائيل تمارس فيها دور القاتل المأجور لا أكثر ولا أقل. إسرائيل فيما تفعل الآن في استهدافها واغتيالها لقيادات حزب الله هي مجرد قاتل مأجور، أما الـ يعني الأجندة فهي أجندة أمريكية. لم يحدث منذ بداية 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا أي فعل يعني كان آنيا أو طارئا أو رد فعل. كل ما تفعله أمريكا وإسرائيل يعني في تصريحات وعلى الأرض هو مخطط له ومدروس ويهدف إلى إحداث تغيير في المنطقة. يعني هي أنا أسميه سايكس بيكو جديد، وربما تجاوز ما نسميه اتفاقيات أبراهام. لكن سوريا كما أعلنت أمس وأول أمس في نعية لسماحة السيد نصر الله ما تزال على يعني خياراتها، ما تزال هي البعد الاستراتيجي لهذا الحزب، لا هي ليست مجرد طريق إمداد، هي الظهر، هي العمود الفقري لهذا الحزب، وهي يعني تؤكد على ثوابتها وأيضا ثوابت الحزب، لأنه هناك تماهي كبير ما بين ثوابت الطرفين، وتؤكد على استمرارها يعني في الوقوف خلف حزب الله بكل ما تستطيعه من أدوات من أجل أن يبقى حزب الله على الجبهات ودفاعا يعني عن القضية الوطنية السورية واللبنانية والفلسطينية التي هي قضية التحرير. كل الأحوال دكتور نهلة نشرت نقاط مهمة خصوصا عن عمق العلاقة الاستراتيجية بين دمشق وحزب الله، وهناك أيضا علاقة شخصية مهمة تجمع الرئيس السوري بشار الأسد مع المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله حتى قبل أن يطلع بمسؤولية رئاسة الجمهورية. هناك كثير مما كتب عن الدعم وعن العلاقة وعن الخصوصية، وهذا المحور الاستراتيجي أو التحالف الاستراتيجي الممتد منذ تكوين المقاومة الإسلامية في لبنان صعودا إلى اليوم. هناك محطات على مستوى مواجهة التحولات بل ومشاريع على الشرق الأوسط. هنا نعود مجددا إليك دكتور محمد سيد أحمد، لأنه يجب أن نشخص حقيقة المرحلة على اعتبار بما ذكرنا في العلاقة بين دمشق وحزب الله كان هناك مواجهات لمفهوم تغيير وجه الشرق الأوسط في 2000 إلى 2006 صعودا، ما بعد 2006 وصولا 2010 إلى 2020 كذلك كانت محاولة ضمن ما سمي بثورات الربيع العربي أو استثمار حراك الجماهير العربية في عدد من الدول. الآن هل نحن أمام محطة مماثلة وبالتالي لذلك نشخص موقع الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة الأجندة التي يتم العمل عليها وما موقع المواجهة بلبنان منها؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع عن مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد. نحن نعلم جيدا أن يعني مشروع التقسيم والتفتيت مشروع قديم حديث، وهذا المشروع
في الربيع العربي المزعوم منذ العام 2011، وكانت يعني الحرب الكونية على سوريا باعتبارها آخر معاقل المشروع القومي العروبي المقاوم، وبالتالي يعني كانت هي الحجرة العسرة أمام تنفيذ مخططات الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وبالتالي كان لابد من مواجهة الجيش العربي السوري. نعلم جيدا أنه الكيان الصهيوني منذ إعلان دولة الكيان في 48 أعلن بن جوريون مؤسس الكيان أنه يعني إسرائيل لا يمكن أن تعيش وتحيا آمنة إلا بالقضاء على ثلاثة جيوش عربية: الجيش العراقي، الجيش السوري، الجيش المصري. وبالتالي في 2011 كانت المواجهة المباشرة يعني مع الجيش المصري عبر الجماعات التكفيرية والإرهابية التي استطاعت أن تصل لسلطة الحكم في لحظة ما، ثم تمكن الجيش المصري من إعادة التوازن والسيطرة مرة أخرى والإطاعة بالجماعات التكفيرية والإرهابية، ثم خاض الجيش العربي السوري معركة طاحنة مع الجماعات التكفيرية والإرهابية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من كل أصقاع الأرض إلى الأرض العربية السورية، وكان حزب الله هو الداعم الأول ولم يكن داعما فقط ب يعني الموقف السياسي ولا ب يعني التواجد الرمزي الميداني، ولكن كان منخرطا في هذه المعركة يعني بكاملها، وكان يقف يعني رجاله ومقاوميه كتفا بكتف وسلاحا بسلاح بجوار يعني أفراد الجيش وضباط الجيش العربي السوري وجنوده، وبالتالي استطاع الصمود الأسطوري للشعب العربي السوري وللجيش العربي السوري بفضل ودعم حزب الله، استطاعوا بالفعل الانتصار في معركة الشرف والكرامة. ربما دكتور، هنا السورية. الموضوع المهم أن نستعيد أيضا المحطات التي اعتبرت قاسية وصعبة في المواجهة، عندما نستذكر 2000 إلى 2006 و6 كانت الذروة، 2006 كذلك في المشهد في الحرب في سوريا وعليها ب 2011 2012 و2013، هذه السنوات الصعبة جدا خصوصا 2011 و12 و13 ومرحلة الحرب الإعلامية التي كانت يعني موضوعة ومجندة بشكل واسع على كبريات وسائل الإعلام العربية والغربية. لذلك استعادة تلك المحطات لفهم حقيقة المرحلة الحالية ووضعها في سياق أن هذه مواجهة مشابهة، ولسنا أمام تحول كبير تحت عنوان ضعف بمحور المقاومة، لكن من اللحظات الصعبة. سأعود إليك، لكن مضطرون لنعرض هذه المشاهد من مشاهد لموكب القادة الشهداء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين اغتالتهم إسرائيل في عدوان على العاصمة بيروت في منطقة الكولا. نتحدث عن الشهداء عبد الرحمن عبد العال والشهيد نضال عبد العال والشهيد عماد عودة. إذن هذا هو موكب الشهداء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهداء الذين ارتقوا في عدوان إسرائيلي بالأمس طال منطقة مبنى سكنيا في منطقة الكولا في العاصمة بيروت. سننتقل الآن من خلال هذه الصور إلى زميل أحمد طه مراسل ميادين في منطقة بعلبك في البقاع. كيف يبدو المشهد لديك أحمد؟ رامية تحية، أنا الآن متواجد كما يظهر خلفي في من أمام قلعة بعلبك، هذه المدينة التي أيضا تقدم تضحيات بطريقتها من شهداء وجرحى جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. ما هو على لبنان وغزة بطبيعة الحال، ما هو جديد أن المسير لم يفارق منذ ساعات الصباح الأولى سماء هذه المدينة، كما أيضا الطائرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية والتي بدأت يعني خروجها في السماء وتحليقها تزامنا مع خطاب الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. كان هذا مفارقة أنها سمعنا صوتها مع بدء هذه الكلمة، ما يمكن أن نتحدث عنه عن الكلمة بأنها رفعت عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة بعلبك. أيضا كنا نسمع صوت رسالة أو فيديو الشيخ نعيم قاسم، كلامه عبر نوافذ أبناء هذه المدينة ومن شرفات منازلها. على أي حال
الآن بعلبك تشهد هدوء حذر، هذا الهدوء سجل بعض الخروقات، سمع بعض دوي الغارات في بلدات محيطة في بعلبك، جولة قمنا بها في ساعات الصباح إلى المستشفيات المتواجدة في بعلبك، تحديدا مستشفى بعلبك الحكومي، لنتطمئن ونطمئن أهالي هذه المدينة عن الوضع والاستعدادات الصحية، ما إذا كانت هذه المستشفى جاهزة لاستقبال الجرحى، خصوصا بعد اليوم الدامي الذي شهدته المدينة، حزام ناري كثيف وغارات متتالية، سلسلة غارات بين الصباح والمساء شهدتها هذه المدينة. مئات الجرحى وصلوا إلى المستشفى، استطاعت وتمكنت مستشفى بعلبك الحكومي أن تتعامل معها، كما تابعنا في مقابلة مع مدير المستشفى المدير العام عباس شكر الذي أكد لنا جهوزيته. بكل الأحوال ما يمكن أن أقوله الآن أن هذه نعم رامية، شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد طه. بكل أحوال مراسل الميادين من بعلبك في البقاع شرق لبنان، وشكرا جزيلا لك دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة، ضيفنا من القاهرة. دكتور نهلة عيسى أستاذ المحاضرة في كلية الإعلام في جامعة دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، نحن نستأنف على رأس الساعة، إلى اللقاء.